رجعنا لكم ورحب فيكم من جديد. وصلنا معاكم إلى فقرة شباب الدار. يعمل برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة في إمارة عجمان تحت مظلة مؤسسة عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي، ويعد البرنامج فرصة نادرة وفريدة من نوعها للشباب للاستفادة وتعلم أهم دروس القيادة الحديثة. ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اليوم اثنين من القادة، وهما فيصل البلوشي وحامد الرئيسي، لنتعرف معهما عن قرب عن هذا البرنامج وأهدافه وما حققته لهم من صقل لشخصية. يا هلا ومرحبا الساعة، ومنورين معنا ما شاء الله الاستديو. حييكم فيصل وحامد، وما شاء الله يعني ما شاء الله يعني نجوم جالسين ويانا، ربي يحفظكم يا رب ان شاء الله. الله يسلمكم. طبعا احنا اول شيء قبل لا ناخذ في الموضوع تعرفونا بانفسكم اذا امكن. نبدا في ولا الاخ حامد تفضل. معك حامد الرئيسي. ونعم فيك. موظف في اتصالات، خريج هالسنه من ما شاء الله برنامج الشيخ عبد العزيز بن حميد لاعداد القاده. ما شاء الله. من اماره عجمان. يعني احنا حضرنا قبل لكن ما كانوا خريجين، اليوم ما كانوا خريجين ما شاء الله اليوم خريجين. صحيح. فيصل البلوشي موظف في الدار العامه للاقامه وشؤون الاجانب بدبي. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. زين، اذا تكلمنا عن البرنامج هذا بالذات، يوم نتكلم عن قاده نتكلم مثلا عن شخصيه قويه، نتكلم عن يعني مجرد كلمه القاده يعني شخصيه ديفرنت تختلف. صحيح. شو اللي خلاكم تدخلوا البرنامج هذا بالذات مش برامج ثانيه؟ بالنسبه لي انا شخصيا يعني اتوقع السبب الرئيسي كان يمكن انا مريت يعني مجموعه من المدراء المباشرين لي انا. جميل. فحبيت ان اشتغل مع شخصيات معينه فقط، فاثار فضولي شو السبب الرئيسي يعني اني انا اشتغل يعني عند فلان ومش عند فلان. فبعد السؤال وهذا تاكدت ان هذه الشخصيات قياديه وفي مجال انهم يلهمون الاشخاص اللي يعني يعملون عندهم تحتهم او تحت مظلتهم. فهذا السبب الرئيسي اللي انا خلاني يعني ادور برامج تأهل الإنسان أنه يكون قائد، وباكر إذا أنا ممسك مسؤولية أو منصب إشرافي يكون عندي أشخاص كيف أنا أحببهم، كيف أنا أكون مصدر إلهام ودافع لهم للإنتاج الأفضل. جميل جدا. يعني الهدف الرئيسي هو المساهمة في نعم. في ترقية العمل أيضا والوصول به إلى ما نرمي له. أنت تترك أثر إيجابي للأشخاص نعم. اللي حولك سواء كان مجال العمل أو حتى المجال الشخصي. ربي يحفظك حامد. بالنسبة لك حامد. ما أزيد على كلام أخوي فيصل، بالنسبة لي أنا تقريبا نفس المواقف تستوي. نحن عندنا في مجال العمل عندنا موظفين تحتنا، يمكن بالنسبه لي انا تقريبا فوق ال 25 موظف موجود عندي انا. اللي يحصل نحن عندنا في الشركه ان كل موظف له شخصيته الخاصه فيه. صحيح. وكل موظف معي انا او مع الموظفين الثانيين ينحطون في مواقف او يصيرون في مواقف لازم نحن نعرف كيف نتصرف معهم تعاملون وياهم. فهل المواقف هاي في العمل اذا الشخص او المدير خلينا نقول او المسؤول عنهم كان عنده صفات القياده، كان عنده ميزه انه كيف يقدر يوجه الموظفين اللي عنده لانسب الطرق او حتى لانسب التوجهات، يعني بناء على مثلا توجهات الشركه نفسها راح يخلي جهه العمل او بيئه العمل بيئه جدا جدا ايجابيه وبيئه جدا منتجه طبعاً. بالنسبه للموظفين. وغير عن مجال العمل حتى في المجال الشخصي نعم يعني تغير في حياتك الشخصية بعد. أكيد أكيد البرنامج ما غطى بس المجال العمل أو مجال اللي هو جميل. الشغل نفسه، لا نحن غطينا في المجالات اللي هي الاجتماعية، في المجالات اللي هي الشخصية للمشاركين في البرنامج. يعني فيصل تغير شخصيته الحين عقب ما دخل برنامج القادة؟ أكيد. قام يشوف عمركم على وجهي يعني ولا لا؟ لا مش من يشوف. الموضوع أنه تحول الإنسان إيجابي. يعني. طبعاً القائد هو أكثر شخصية تكون متواضعة في 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 أعضاء الفريق طبعاً العمل طبعاً. الواحد لأنه هو يصبح هو مثال الأساس والمثال لهذه المجموعة. طبعاً استفدتوا من البرنامج. كنتوا أول متخرجين؟ لان احنا الدفعه الثانيه نعم. خلال ايام البرنامج طبيعه الدراسه كيف تتم او طبيعه التدريب كيف تتم؟ هو التدريب نحن تقريبا على مدى 6 شهور، كنا نجتمع نحن في الشهر لمده 5 ايام، وفي محاضرين معتمدين من شركات يعني في مجال التدريب معتمده يقدمون دورات يعني في اداره التغيير، في اداره الاشخاص، في دراسه انماط الشخصيات، حتى اخذنا في المجال الصحي وايضا في المجال التعامل مع وسائل الاعلام ايضا هذا الجانب بعد اخذناه. جميل. وامور كثيره يعني تفيد الشخص يعني على الصعيد الشخصي كذلك وحتى في مجال عمله يعني. والدورات يعني تختلف من فتره لفتره يعني. في اول اسبوع يمكن طرقنا موضوع التعامل مع وسائل الاعلام. جميل. والاسبوع اللي بعده يمكن اهتمينا بالجانب الصحي اكثر. واللي بعده يمكن تطرقنا لموضوع إدارة التغيير ومسألة أنماط الشخصية لازم جميل. الواحد يتعلمها، مثلا
انماط الشخصيه تسهل عليك انك انت تتعامل مع افراد من يعني شخصيات مختلفه، لان احيانا اللي يكون السبب يعني صعوبه التعامل مع الاشخاص عدم فهمنا الاساسي لشخصيه هذا الانسان. وكقائد هذا الشيء مهم بالنسبه لك انك انت تعرف شو نمط الشخصيه هذا اللي امامك على اساس ان تتواصل وياه بالطريقه الانسب طبعاً، واللي توصل رسالتك يعني لها. يعني البرنامج ما شاء الله ريم، البرنامج يعني في وعي حتى في طريقه الاداء والتنقل. حامد خبرنا في هل في اضافات معينه اضافت لك حقيقه في عملك الان بعد يعني تجوالك في 6 أشهر خلال هذا البرنامج؟ نعم، البرنامج جاء في وقت جدا مناسب بالنسبه لي. اللي حصل انا كنت عندي في الشركه تبدل عندي القسم، كنت انا اشتغل في قسم معين، قسم مثلا كان العمليات، استويت في قسم اللي هو السبورت او الهيلب ديسك. نعم. تغيير كامل، يعني قبل كان التركيز على عدد معين من الموظفين، عدد صغير جدا يمكن من 5 ل 6، فجاه تغير الى فوق ال 25 موظف ما شاء الله. فالحين هالتغيير هذا بالنسبه لي انا، اذا انا ما واكبت او ما عدلت من شخصيتي او حتى من طريقه ادارتي للامور في الشركه ما راح كنت انجح. بس الحمد لله يعني بمساعده البرنامج وبالتدريب اللي اخذناه من عندهم بورش العمل، حتى في البرنامج كان عندنا جزء من البرنامج كان عندنا المدرب يقعد معانا كل اسبوعين يعني لمده ساعه، ياخذ يعطي معانا شو اللي حصل عندنا في اسبوع كامل. التاثيرات التاثيرات هو كان اللي هو البيرسونال منتور. نعم. فهو كان يقعد معانا وكان يسالنا شو استوى، شو المواقف اللي واجهت الاسبوع الماضي، كيف تصرفت، وكان يعطينا اقتراحات. الاختصاصي هذا كان يعطينا اقتراحات، ليش ما تسوي بالطريقه هاي، وكنا ناخذ الاقتراحات هاي ونطبقها وتجربونها. اذا تكلمنا قبل لا تدخلون البرنامج اكيد كانت في يعني صوره معينه في مخيلتكم للقاده، صحيح؟ وبعد ما دخلتوا مثلا البرنامج تغيرت نظرتكم للقاده، شو بنظركم القيادي او القاده الصحيحه، شو المواصفات اللي تكون؟ القائد الحقيقي هو اللي يصنع قاده من حوله، يعني مش شرط انا يكون عندي اتباع وموجودين معي ويعني ياخذون كلامي وشوري. القائد الحقيقي هو اللي ينتج يعني قاده من بعده، او يعني سواء كانوا يعني اهل او اصدقاء، ويترك تاثير ايجابي. هذا يعني التركيز يعني القائد يكون في مساله انه يكون له يعني ايجابيه على الاشخاص اللي حوله، مش فقط انا عندي اتباع وكلامي مسموع. فالجانب الايجابي هذا اللي انا يمكن كنت غفلت عنه في البرنامج. الحمد لله يعني وضحوا لنا الصوره ان القائد دائما يعني يترك ايجابيه سواء في اي شخص يعني يتعامل معه، في دوامه بين ربعه، في اي شخص يتعامل معه فيأثر عليه تأثير ايجابي، فبالتالي انت يعني تنقل صوره طيبه عنك وتستوي قائد ايجابي في محيطك. يعني في النهايه تنجح، صح؟ تنجح انت واللي حولك. طبعا طبعا. شو غيرت في شخصيتك؟ انا بسال حامد، شو غيرت في شخصيتك؟ بالنسبه لي انا اذا نتكلم عن الايجابيه، هي الايجابيه مو بس راح تاثر في الناس، هي راح تاثر في الشخص نفسه. صحيح. طبعا انا مثلا كانسان اذا كنت انا مغلق على امري، يعني افكر بطريقه ما اقول سلبيه 100%، بس تستوي فيني مواقف ازعل او اخذ بخاطري او صحيح. اقول ليش استوى فيني، بس لما اخذ الامور بايجابيه واقول مثلا هذا قضاء وقدر، او مثلا حد تكلم معي بكلمه او شيء اقول لا خليني اراعي ظروف الشخص اللي كلمني، يمكن عنده ظروف، يعني صار في توسع حتى فكري في كل شيء. اكيد جميل. في انا ايضا قرات انه في خبرات واسعه ما شاء الله، كالرعايه الصحيه، الدفاع الوطني، الخدمات الماليه، التجاره والطيران، هاي عندكم ولا من ضمن الشباب اللي كانوا موجودين؟ ضمن الشباب اللي كانوا ضمن الشباب موجود. يعني في تنوع ايضا. صحيح. كبير في المهن والتخصصات. صحيح. اللي في المحيط اللي موجود عندكم، هذا اضاف بعد اضافه نوعيه كبيره أيضاً. يعني عندنا اشخاص في المجال المصرفي، وحد يعني في المجال الهندسه والطب والتجاره والطب والطيران والصيدله كذلك بعد. يعني شرق وغرب ولكن. نعم. اجتمع في مكان واحد. صح. هذه رؤيه استفاده بعد كانت يعني من المحاضرين واخواننا المشاركين كذلك المشاركين. يعني استفدنا. عبد الله انا بروح باخذ البرنامج هذا وارد اسوي قاده عليك ان شاء الله. ما يحتاج قاده. انتم ما شاء الله قاده يعني. الله يسلمك. طبعا انا من بعد استاذي عبد الله واخوي وزميلي كلنا واحد. الله يسلمك. طبعا اذا نحن بنتكلم يمكن اخر شيء نختم به اللي هي طموحات من بعد البرنامج، وين بنصير ان شاء الله؟ والله الطموح طبعا يعني حتى في البرنامج نفسه يعني قالوا لنا لا تربط نفسك في منصب او مسمى وظيفي معين، خل طموحك اكبر. يعني مثلا طموحك هذا يتسع لجانب اجتماعي وجانب اسري وجانب مهني بعد، يعني
طموح جدا كبير، وان شاء الله نحن نكون قد المسؤوليه هذه واللي تعلمناه هذا كله ان شاء الله راح نطبقه ان شاء الله ونكون سفراء للبرنامج ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مثل ما قال اخوي فيصل، البرنامج نحن اول ما دخلنا البرنامج كان عندنا كل واحد عنده هدف، قال انا بوصل للمكان هذا، بس بعد ما دخلنا البرنامج وشفنا الافكار اللي حاولوا يخبرونا اياها اكتشفنا ان لا، ليش تحط لي، ليش احط لي هدف؟ انا هدفي خلاص انفينيتي لا جالكسي لا النهايه. اوكي، وما اربط عمري باي شخص او ما اربط عمري باي منصب او ما اربط عمري بشغله، لا اعطي اللي عندي قد ما اقدر. على فكره انا ببشركم خير، الكراسي هذه عبد الله طلعت سفره وطلعت ما طلعت بعد، هي تمنيات ان شاء الله يطلعون ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله من هالمنبر ومن هالمكان ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وتوصلون للي تبونه واللي اعلى ان شاء الله. باكر نشوفكم في مراكز اكبر ونقول استضفناهم عندنا قاده ومن شباب الدار، وانتم نعم قاده صراحه يعني تفضلوا هالشيء. مره ثانيه انا اشكرك اخوي فيصل واشكرك اخوي حامد، وطبعا مثل ما قلت في البدايه انتم نجوم ان شاء الله، وقريبا ان شاء الله نرى صوركم قادة الإمارات وقادة مؤثرين في مجتمع دولة الإمارات إن شاء الله. بإذن الله.